ما بك يا بلبل؟ أضعت قبعتك؟ هل تريد أن تلعب أيضاً؟ هل أنت متأكد من أنك لا تريد أن تلعب معهما؟ هل سألتهما؟ عزيزي بلبل، أنا أفهم أنك تشعر بأنك مستبعد، لكن ربما قمت بالافتراض. أتسأل ما الافتراض؟ الافتراض هو أن نظن أن شيئاً ما صحيح من غير التأكد من صحته أو معرفة إن كان صحيحاً بالفعل. لا بأس يا صديقي الصغير، لقد حدث ذلك مع بسمة وجاد أيضاً. هيا لنرى كيف تعاملا مع الوضع. مرحبا. شكرا قوي يا حبايبي ان انتوا ساعدتوني انقل الصناديق دي النهارده. اهلا سلمى. سلمى، بسمة، هدول صناديق الخشب بذكروني برفقاتي ببيتي القديم. كنا نبني مع بعض شغلات كتير حلوه فيهم. يا عن جد؟ أيوة، تعرف يا جاد، أنا كمان وصحابي كنا بنحب قوي نعمل حاجات يدوية، ولحد دلوقتي لما بكون فاضية بحب أعمل حاجات بإيدي. طيب إيش ممكن نعمل بهاي الصناديق؟ كتير أشياء حلوة. مثلاً فينا نعمل بيت للعصافير أو بيت للعب، صح؟ يا أو كمان سيارة أو قطار. فكرة كتير حلوة بسمة، نقدر نحن الثلاثة نبني أحلى قطار. هايل. تعرفوا شو؟ نحن رح نكون أحلى فريق. صح. جاد، أنت بدك تخطط لكل إشي لأن أنت كنت تعمل هاي الأشياء مع أصحابك. صح، وأنت كمان بسمة بمخيلتك الواسعة رح تساعدينا نبني أحلى قطار. طيب هايل، يلا بينا نجيب العدة وجيب الترابيزة عشان نبدأ. تمام. يلا نبلش. يلا نبلش. تمام. يلا انا هحسب لكم الصندوق ده وراح اشوف محتاجين ايه اجيبه معايا. تمام. اتفقنا؟ اتفقنا. استنوني. تمام. هات إلك. شكرا. معزوزة، نقستيني. ها؟ مين حاط هي هون؟ معزوزة، شكرا. نحن عم نبني شغلة رح تكون مفاجأة بصراحة. معزوزة، هدول الألوان مو جزء من الخطة. معزوزة، بوعدك رح نخلص بسرعة. احزري شو؟ بس نخلص بدنا نلعب كلنا مع بعض. معزوزة، هاي الطابة فيك تلعبي فيها لبين ما نخلص، تمام؟ يلا انبسطي. كانت معزوزة سعيدة وهي تضع الصندوق على الأرض. أعتقد أنها ترغب باللعب معهم والمشاركة في بناء القطار، ولكن بسمة وجاد لا يظنان ذلك. يبدو أنهما افترضا أن معزوزة لا يعجبها هذا النوع من اللعب وأنها تريد اللعب بالكرة فقط. أنا أحب اللعب أيضا وأحب بناء الأشياء وأحب أن أكون جزءا من الفريق. يبدو الوضع محبطا بالنسبة لمعزوزة. دعونا نرى ما سيحدث. تمام. شو بدي كمان؟ تمام التمام. هاجل، انتو حطيتوا كل الصناديق؟ طبعا. طيب جاد، هلا ايش ناقصنا؟ ها؟ بنقصنا دواليب. انا جبت الوان وجبت فرش. هروح عند تيتا نور اشوف لو عندها عجل وحبال. يا سلام. اتفقنا. تمام. شكرا قوي يا معزوزة، انتي ساعدتيني كتير النهاردة. معزوزة معزوزة، انا اسف،
ما بقدر ألعب معك، نط الحبل هلأ. لسه ما خلصنا المفاجأة. معزوزة، أنا كتير كتير بحب ألعب حبلة، بس خليني ألعبها بكرة. تمام. اليوم لازم نخلص بناء الق... مفاجأة. المفاجأة. كتير رح تحبيها. اسمعي معزوزة، بتقدري تلعبي هلا حتى نخلص. جاد حكيت لي ايش هلا ناقصنا؟ تعالي ورجيكي. شوف، شايفه هون؟ هلا هون بدنا نركب دواليب. وينك يا سلمى تجي تساعدينا؟ عن جد بدنا مساعدة. يا ريت ترجع بسرعة. بدنا مساعدة. ما عم بعرف ثبت الصناديق مكانها. تمام بس يلا اربطي الحبل، هلا زبطت. وهيك زبطناها بدون مساعدة سلمى. هاي 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 هاي. معزوزة شكلك زهقتي وانت عم تستني فينا. اسمعي احنا قربنا نخلص. صح، هلا بعد شوي بنلعب ايش ما بدك. تمام. ممكن شوي بس نشوف ليش ما كان عم يثبت؟ لو سمحتي معزوزة. ممتاز، هاد مركز. توقف، لاحظ، فكر. يجب أن يتوقف جاد وبسمة للحظة وأن يلاحظا كيف تتصرف معزوزة وما تحاول أن تقوله لهما، وعليهما أن يفكرا كيف يمكن أن يكون شعور معزوزة الآن. تمام، أنا زبطتها. وأنا كمان. شوف. ممتاز. هايل هايل، أنا فخورة بيكو جدا أن أنتوا عرفتوا تركبوا لوحدكو. أنا لو مكانكو أكيد كنت هحتاج مساعدة في تركيب القطر. عن جد سلمى الموضوع ما كان سهل ابدا، بس احنا قدرنا نظبطه لحالنا. طبعا. طيب عندي سؤال، تعرفوا معزوزه مالها؟ اصلي كنت هخبط فيها عند بيت تيتا نور، كان شكلها مش مبسوط خالص. معزوزه؟ وين معزوزه؟ معزوزه مو هون، وحتى تركت الطابه ما لعبت فيها وتركت الحبل كمان. طب انتوا سالتوها هي كانت عايزه تعمل ايه؟ لا. طيب انا عندي اقتراح، اعتقد ان ده الوقت المناسب اننا نتوقف ونلاحظ ونفكر. يلا بينا نتوقف، التوقف بيخلينا نستعد للتركيز. يلا ناخد نفس عميق، ودلوقتي خلينا نلاحظ يا ترى معزوزة كانت بتتصرف ازاي. هل ممكن انه نلاحظ كيف غيرنا بيتصرف؟ لما نلاحظ رح نقبر عليهم نتعرف. شو بيقولوا؟ شو عم يحكوا؟ شو عم يعملوا؟ لاحظ لاحظ لاحظ. شوف وجوههم، شو بتعبر؟ شو ممكن يحسوا؟ لاحظ لاحظ لاحظ. إذا مبسوطين، إذا زعلانين، إذا متحمسين. لاحظ لاحظ لاحظ. هل ممكن إنه نلاحظ كيف غيرنا بيتصرف؟ لما نلاحظ رح نقدر عليهم نتعرف. كانت عم بتحاول تشتغل معنا. صح. وما لعبت بالطابة اللي عطيناها اياها، ولا حتى لعبت بالحبل. طيب دلوقتي خلينا نفكر، يا ترى معزوزة كانت بتتصرف كده ليه؟ احنا فكرنا انه هي بدها تلعب بالطابة وبدها تلعب بالحبل. صح، بس يمكن كانت بدها تساعدنا ببناء القطار، كانت متحمسة وهي حوالينا. تفكيركم صح يا حبيبي. تمام. انتوا افترضتوا ان معزوزة عايزة تلعب بالكرة وبالحبل، بس هي يمكن كانت عايزة تساعدكم في بناء القطار. افترضنا؟ ايوة افترضتوا. الافتراض لما بنعتقد ان الاشياء صح من غير ما نتأكد، واحيانا بنطلع غلطانين. عندي إلكم نصيحة رح أحكيها بأغنية، يا صديق يا صديقة خلينا نعرف شو هي. فرق كبير فرق كبير بين ما نكون مفترضين وبين ما نكون متأكدين. قبل ما نفترض أي شيء لازم نسأل حالنا كيف نتأكد إنه صح وكل شيء إلنا بيتوضح. خلينا
نسأل ونستفسر، نسأل حتى نعرف أكتر. يلا لا لا خلينا نسأل ونستفسر، نسأل حتى نعرف أكتر. يعني لما نكون بنفكر إنه إشي صح بدون ما نتأكد منه صح، ويمكن يمكن نكون غلطانين. صح، أنا فخورة بيكم جدا. طيب فكرتوا هتعملوا إيه؟ زاد؟ عم بتفكر باللي أنا عم بفكر فيه؟ طبعا طبعا طبعا. بتفكروا في ايه؟ وين راحت؟ معزوزة! شوف معزوزة كمان عم تبني! صح؟ معزوزة دورنا عليكي بكل مكان! معزوزة بتعرفي شو؟ نحن كتير افتقدناكي! صح! بعدين حكينا مع سلمى اظن انه احنا افترضنا إنك بدك تلعبي طابة أو حبلة. صح، شو كان بدك تعملي؟ إيش كان بدك؟ بدك تساعدينا نبني القطار؟ أكيد أنت كنتي زعلانة، صح؟ معزوزة، نحن كتير آسفين. معزوزة، عن جد نحن آسفين. معزوزة، نحن بصراحة محتاجين حدا موهوب مثلك ينضم لفريقنا ببناء القطار. بتحبي تنضمي لفريقنا؟ بتحبي؟ تمام تمام تمام، يلا نروح نكمل بناء القطار. يلا. شكرا يا معزوزة. جاد ايه رأيك نحط الكور دي هنا؟ ممتاز. صح. بسمة هايل، شكلها تحفة. شكرا شكرا. هيا يا بلبل اذهب. حسون، ريشة، يا لها من مفاجأة جميلة، وأنت يا بلبل أنا فخور بك. لقد سألت أصدقائك بدلا من أن تقوم بالافتراض. في بعض الأحيان عندما نظن أن الشيء صحيح من دون التأكد منه قد نكون مخطئين. ها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